كان لازم ابدا بالكلام ده الحقيقه، لانه زي ما قلت لحضراتكم كلام مهم جدا جدا جدا، قد ايه الجمهور بيأثر فينا بشكل ايجابي دايما دايما. في بعض الامور طبعا بتبقى ما بنحبش نبص لها، ولكن انا متاكد دايما ان مش ده جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى اللي بيغلط، ده مش جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي قليل قوي لما بيغلط، قليل قوي لما بيغلط. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه خلي بالكم ان شاء الله يوم الجمعه، وانا اسف ان انا بقى اكرر هذا الكلام كل شويه، ولكن واجب عليا ان انا اقول لكم الكلام اللي حضراتكم بتقوله لي في الشارع وانا ماشي في التليفونات، الناس اللي بتكلمني، الناس اللي ما اعرفهاش اللي بيشجعوا النادي الاهلي وبيكلموني، عايزيني اقول لحضراتكم هذا الكلام، ان خلي بالنا ان احنا بنشتغل او ان احنا بنشجع باسم النادي الاهلي، بنشجع باسم النادي الاهلي، الرقي والمبادئ والاخلاق بعدها على طول يجي اسم النادي الاهلي. فهو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي ننتظره، لان احنا محتاجين جمهورنا خلال الموسم بالكامل، مش عايزين حد يطلع يقول لنا يا جماعه انتوا غلطتوا فانتوا هتتوقفوا او انتوا هتتحرموا من جمهوركم، وساعتها محدش هيتكلم، محدش يقدر يتكلم. فاحنا مش عايزين الغلط اساسا، وانا متاكد وعارف ويعني عندي يقين قد ايه ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيبقى واقف ورا لعيبه.